الاهلي اضاع فوز سهل النهارده، ده وجهه نظر. اضاعنا فوز سهل بتغييرين ما كانوش موفقين من وجهه نظر، اللي هم الاخرانيين وليد سليمان ومروان محسن. كان يجب انك انت تزود واحد في وسط الملعب، تجيب اكرم توفيق وتلعبه تالت في وسط الملعب، كانت مهمه جدا. خليت محمد شريف لانه ينزل على حساب مين يا كابتن؟ ها؟ ينزل على حساب مين؟ واحد من الرباعي الامامي. يعني ممكن طاهر يبقى عندك طاهر، ساعتها ممكن تحط قفشه تحت تلعبها 4-5-1 وتنزل قفشه كمان نص الملعب وتلعب وتقفل. ليه؟ نادي الزمالك هيبقى عنده مشكله انه هيهاجم بشراسه عشان يتعادل معاك، هيبقى عندك مساحات وعندك سرعات ومجدي قفشه بيعرف يمسك الكره تحت رجله، وانا كمان كنت ممكن انزل اخلي طاهر يعني مثلا. أيه. انت فاهمني؟ أيه. الحاجه المهمه يا كابتن انه انت جبت الجون الاولاني، وهو ادينا شفنا دي سرعات دي فرصه يا كابتن برضو. ادينا شفنا سرعات محمد شريف يا كابتن ايمن، وممكن كان لما يبقى الكره دي يا كابتن عادل بعد اذنك قبل ما تكمل كلامك، ما كانش ممكن حسين الشحات يعملها وان تاتش؟ المفروض وان تاتش، وفي طاهر هو جاي محضر يا كابتن. اللعيب اهم حاجه في الفرويد انه هي الكره جايه انا هعمل بيها ايه. لكن بقول لك دي حاجات، يعني دي من الحاجات اللي كانت ممكن تكسبك 3-4 النهارده الماتش لو جاب الجون، وهي فرصه بتفتح المباراه وما بعد الفرصه وما بعد الهدف. فاحنا خلينا نتكلم بمنطقيه. النادي الاهلي ممكن ما يكونش متفوق على الزمالك قوي النهارده، ولكن في الفتره اللي انت احرزت فيها الهدف وبعد الهدف كنت متفوق، وممكن تتفوق ازيد وممكن تروح لمكسب اكبر لو كنت عملت انتظام جوه الملعب. لكن احنا يعني طمعنا اكتر في المباراه بدون حرص دفاعي. حتى هم ضغطوك وانت ضغطت. ليه ضغطت؟ علشان انت لعبت في الجزء الامامي بقطر عدديه، وفي نص الملعب فضيته شويه. كان ديانج لعب جري كتير، كان السوليه جري كتير، كان اكرم توفيق يقدر يشيل الاثنين في وسط الملعب، كنت تتحكم في الكوره كويس، كنت بهجمه مرتده ممكن تجيب جون واثنين وثلاثه. ده من وجهه نظري. يعني لو كان يعني اول تغييره لينا كانت اكرم توفيق من وجهه نظري، كنا نقدر بعد طبعا صلاح محسن ما جاب الهدف، انت كنت ممكن تقفل نص الملعب وكنت ممكن تروح لنتيجه اكبر. دي واحد. اثنين بقى، تعالى نتكلم على الهدف اللي جه فينا. الهدف اللي جه فينا مش يعني هدف مش ملعوب، تقدر تقول فيه اخطاء فرديه، ويمكن صح. كمان الشناوي سلم نفسه بدري قوي ليها، يعني ما كانش متوقع ان فرجاني ساسي يشوطها. بص يا كابتن، يعني الشناوي لعب على توقع ان ساسي يعملها في القريبه، انه لا انه يرفع كروس او 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 كروس او مش هتتلعب على ويمكن يعني احنا هنشغلها. بص في 3-2 ده وضع تمام، اوكي مشى سمره كده، مشى سمير اهو، مشت الكوره تمام، رجع التاني. بص الراجل ده اللي واقف ده مين؟ صلاح محسن. ايوه. ده ليه واقف ومدي ظهره ومش شايف اللي حواليه؟ لو قفل كده شويه وطلع عليه الراجل اللي داخل عنده ما كانش لعبها. ماشي مشى سمير، مشينا مشى شويه، وديانج كان لازم ياخد خطوتين. طبعا مشى سمير، مشى الكره اهو. هنا بقى يا كابتن. أيوه. عاوز اقف بس لحظه هنا. احنا واقفين بدون اي رقابه، رقم واحد. بص الرقابه عاديه. ايوه. لكن الشناوي نفسه التمركز بتاعه غير صحيح. ايوه. اطلاقا يعني. رؤيه الكره كمان. يعني لو كان الشناوي طلع خطوه كده قدام متر كان مسك الكره بايديه سهله قوي. ولازم يلعب على اخر حاجه مش على التوقع. يعني الشناوي هو لعب على التوقع. لعب على التوقع. انا رايي ان الشناوي ومن اكتر يعني يمكن اخطا هنا خطا كبير قوي انه لعب على التوقع. ماشي كده يا سمير، بص بعد حتى حركه الرجل بتاعته كان راح الناحيه الثانيه. كان يعني هو متخيل الكره تروح في القريبه مش في البعيد. لا، وفي حاجه مهمه جدا يا كابتن بلال، شوفها كده يا كابتن شريف. محمد شناوي فتح رجله قوي، مش عارف يعمل خطوه. هات تاني يا سمير بعد اذنك اهو. بص فتحه الرجل دي ما تخلكش تعرف تعمل الخطوه. بص الفتحة الرجل الكبيره دي، الخطوه بتاعتك مش هتبقى. يجب على الجون في التمركز انه لازم يضيق خطوات رجله علشان السكند موف، الحركه الثانيه اللي هو هيروح.
لو كان بس راح وهم على الكره كان جاب. عشان كده انا بقول لك انا النهارده مباراه زي دي انا المفترض كنت كسبتها وكنت كسبتها كويس. ولكن في حاجه تانية انا بقول لك ان التعادل النهارده يخدم الاهلي اكتر من الزمالك على فكره. ليه؟ عشان المواجهات المباشره. النادي الاهلي اصبح دلوقتي المواجهه المباشره بتاعته وعندك ماتشات مؤجله وعندك ماتشات مؤجله. لكن المواجهات المباشره تفيدك قدام، تفيدك في الترتيب، تفيدك ان شاء الله في اخر الدوري. لكن انا ان شاء الله انا بقولها لكم انا مش خايف من موضوع الدوري. ان شاء الله انت هتحسم الدوري قبلها بثلاث اسابيع باذن الله رب العالمين.